بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فابتداء أشكر القائمين على هذه الدورة وكذلك الحضور والمشاركين في هذه الدورة على حسن استغلال واستثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع، فأسأل الله تبارك وتعالى وجل في علاه أن يحسب لهم ولكم الأجر، هو ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فاختار إخوانكم أن يكون موضوع حديثنا في هذه الليلة هو الأخوة في الله تبارك وتعالى، ذلك الأمر الذي امتن الله تبارك وتعالى به على عباده، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكذا هو أول أمر حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة، ألا وهو أنه أخى بين المهاجرين والأنصار، فدل هذا على أن أمر الأخوة من الأمور المهمة جدا في هذا الدين العظيم، خاصة إذا جمعناها مع قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الأخوة وجعلها أمرا لازما للمؤمنين. الأخوة باختصار قالوا هي امتزاج روح بروح وتصافح قلب مع قلب، قالوا هذه هي الأخوة. الأخوة هي التي لا تميل إلى نفع ولا يفسدها منع أبدا، وإنما هي لله وفي الله سبحانه وتعالى. منافع الدنيا هذه لا تدخل ضمن تعريف هذه الأخوة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا عليها وأن يميتنا عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن أمر هذه الأخوة: المسلم أخو المسلم. ثم ذكر من مستلزمات هذه الأخوة، قال: لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الأخوة التي يريدها منا صلوات ربي وسلامه عليه. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال للأخوة علامات، للأخوة علامات، قال: أن يسد خلله، يعني إذا احتاج يقف معه، وأن يقبل علله، إذا اعتل بأمر أو اعتذر أو ما شابه ذلك من الأمور يقبل منه. قال: وأن يغفر زلته. من منا الذي لا يزل؟ من منا الذي لا يخطئ؟ فيقول: اعفو عن زلته. إذن سد خلته إذا احتاج إليك، اقبل علله إذا تعذر بأي عذر، اقبل منه، فوت، لا تدقق. ثم قال: اغفر زلته. من ذا الذي لا يزل؟ من ذا الذي عصمه الله تبارك وتعالى؟ كلنا نزل، كلنا نخطئ، اغفر، سامح، تجاوز حتى تكون
أخا فعلا في الله جل وعلا. وإذا قال القائل أخوك الذي إن سرك الأمر سره وإن غبت يوما ظل وهو حزين، يقرب من قربت من ذي مودة ويقصي الذي أقصيته ويهينه. هكذا يظهر أخوته، أخوك الذي إن سرك الأمر سره، يفرح لفرحك، وإن غبت يوما ظل وهو حزين، يرى الحزن في وجهه بسبب غيابك عنه. يقرب من قربت من ذي مودة، يحب ما تحب ومن تحب، يقرب من قربت من ذي مودة ويقصي الذي أقصيته ويهين، لا يقبل منه شيئا. لماذا؟ لأنك أقصيته. كل هذا لمحبته لك. هكذا تكون الأخوة في الله تبارك وتعالى. هذه الأخوة لا شك أن لها علامات، وعلاماتها كثيرة، ولها التزامات، والتزاماتها كثيرة، ولا يمكننا أبدا من خلال هذه الجلسة القصيرة أن نلم بجميع حقوق الأخوة ومستلزماتها وأمثلتها، ولكننا ننبه على بعض أمورها التي قد تغيب عن بعض الناس. من هذه الأمور التي ينبغي أن تراعى في قضية الأخوة في الله تبارك وتعالى، والتي يعني تجمع الناس وتجعل بينهم هذه الأخوة، أولها السلام، نشر السلام، إبداء السلام، رد السلام. هذه الكلمة الطيبة التي هي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو السلام، أي السالم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المؤمن السلام. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. هذا السلام لو نشرناه بيننا حق النشر لوجدنا أثره ظاهرا جدا. عجبت وما أكثر ما يتعجب منه في هذه الأيام، لقيت رجلا في الطريق أو في مكان ما لا أعرفه، فقلت له السلام عليكم، فارتبك ورد السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسمح لي ما عرفتك، يعتذر لي لأنه لم يعرفني. قلت له وأنا ما أعرفك. هو مستغرب ليش أني سلمت عليه، فارتبك لأني سلمت عليه فظن أن يعرفه وهو لا يعرفني، واعتذر جدا. قال اسمح لي والله ما عرفتك. لو أنا ما أعرفك. فالسلام هذا ليس لأجل المعرفة، أفشوا السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فالقضية وما فيها أن نشر السلام يورث المحبة بين القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. مشكلة كثير من الناس اليوم أنه صار الكثيرون لا يسلمون إلا على من يعرفون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف.